تحية لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع حلقة جديدة أو ملف آخر أو نقطة أخرى من نقاط الصدام التي سنتحدث فيها عن مسلمين في شتى بقاع الأرض. كما هو الهدف من هذا البرنامج نقطة صدام، ليس معناه هو الصدامات فقط، ولكن ما الهدف، ما هو الدروس المستفادة، ماذا نعرف عن هؤلاء أو هذه الشرذمة من المسلمين في شتى بقاع الأرض، لأنه كما قلنا في بداية الحلقات من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم. الحلقة اللي فاتت تحديدا اتكلمنا على ملف المغاربي أو الصحراء المغربية تحديدا. في لو طفنا كده مع بعض وسبحنا للشمال أو أقصى الشمال هنلاقي مدينتي سبتة ومليلة. تعالوا نعرف إيه نقاط الصدام الموجودة هناك مع ضيف الحلقات الدائم الأستاذ الدكتور راغب السرجاني الذي أرحب به الآن ضيفا. أهلا وسهلا دكتور راغب. يا أهلا وسهلا، منورنا، الله يكرمك. لو طفنا وحلقنا على موضوع سبتة ومليلة، أولا عاوزين نعرف السادة المشاهدين هم فين بالظبط، لأن يمكن لما نقول سبتة ومليلة أتحدى إن يمكن أكثر من 90% من السادة المشاهدين ما يعرفوش أي حاجة لا اسم ولا طبيعة جغرافية ولا سكانية عن هاتين المدينتين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. زي ما اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت وقلنا ان ملف الصحراء الغربية كان خطير، وكان في صراع في وقت من اوقاته بين المسلمين وبين الاسبان. نعم. على الصحراء الغربية، ثم انتقل الصراع الى بين المسلمين والمسلمين بين المغرب وموريتانيا واهل الصحراء الغربية، بعد حتى ما زال الاستعمار، بعد خروج الاستعمار، نعم، والجزائر وما الى ذلك. شفنا هذه التقلبات الخطيرة. بنفتح ملف خطير في نفس المنطقة برضو، وهو ملف سبتة ومليلة. وسبتة ومليلة مدينتان مغربيتان محتلتان من أسبانيا منذ عدة، لا أقول عشرات السنين، ولكن عدة قرون. سبتة احتلت في سنة 1415 ميلادية، يعني بنتكلم على 6 قرون مرت على احتلال هذه المدينة. ومليلة احتلت في سنة 1497، يعني قربنا أو زدنا بالفعل عن 500 سنة احتلال، 5 قرون متتالية. احتلال ايه دكتور؟ احتلال اسباني. احتلال اسباني. وبنقول ان سبتة ومليلة مدن صغيرة، يعني سبتة مساحتها 18.5 كيلومتر مربع، يعني حوالي 4 كيلو في 4.5 كيلو فقط، ومع ذلك لم تستطع المغرب أن تحرر هذه المدينة ولا مدينة مليلة مع مرور هذه القرون الطويلة. وعلى فكرة مدينتين مش لازقين في بعض، واحدة مليلة في الشمال الشرقي وسبتة في الشمال الغربي، بينهم مسافة طويلة. مليلة بعيدة جدا جدا عن سواحل أسبانيا، 500 كيلو عن سواحل أسبانيا، ومع ذلك إلى الآن تحت حكم أسباني. طبعا دي مشكلة كبيرة من المشاكل اللي بتواجه الأمة الإسلامية، احتلال مدن رئيسية في العالم الإسلامي. وقلنا ان فيهم بالفعل عدد ليس بقليل من المسلمين. هي السبتة سكانها 100,000، نصهم مسلمين، 50,000 مغربي و50,000 اسباني، ومليلة قريبة من هذا الرقم، وفي بعض الجاليات اليهودية اللي هاجرت لسبتة ومليلة. طيب لو قلنا قصة المدينتين ايه تحديدا، او هل عصرتها مشاهد اسلامية معينة ممكن نقولها مهمة؟ هو الحقيقة سبتة، خاصة سبتة، يعني لها تاريخ طويل جدا ومؤثر جدا. يعني لما بفتح ملف سبتة الحقيقة العين تدمع والقلب يحزن لما حدث لهذه المدينة. سبتة هي المدينة التي تحرك منها طريف ابن مالك رحمه الله، قائد السرية التي ذهبت إلى بلاد الأندلس لتفقد بلاد الأندلس قبل الفتح. وسبتة هي المدينة التي انطلق منها طارق بن زياد رحمه الله لفتح بلاد الأندلس. وسبتة هي المدينة التي انطلق منها موسى ابن نصير رحمه الله كمدد لطارق بن زياد بعد سنة 93 من الهجرة. وسبتة هي المدينة التي انطلق منها يوسف ابن تشفين رحمه الله لإنقاذ المسلمين في الأندلس من العدو الأسباني وحرب موقعة الزلاقة الكبرى اللي انتصر فيها المسلمون انتصارا ساحقا في سنة 479 هجرية. وسبتة هي الميناء العظيم لدولة الموحدين، عملته ده ميناء من أقوى المواني في المنطقة كلها، وكان في أسطول عسكري لدولة الموحدين الإسلامية اللي كانت بتحكم معظم غرب أفريقيا في ذلك الوقت، وكان سبتة مركز انطلاق للأساطيل الموحدية لدولة الموحدين في مشارق الأرض ومغاربها. وسبتة مدينة علمية أصيلة خرجت علماء أجلاء، ليس فقط للمغرب ولكن للعالم الإسلامي بكامله، وعلى رأس هؤلاء يأتي القاضي عياض رحمه الله، والذي قال عنه المؤرخون لولا القاضي عياض لما ذكر المغرب. نعم. وطبعا هذه مبالغة لصالح القاضي عياض، وإلا فالمغرب أخرجت علماء
كثر في شتى المجالات، لكن يعني بيقولوا ان هذا من اعظم العلماء في تاريخ المغرب وفي تاريخ العالم الاسلامي، وهي التي اخرجت على سبيل المثال ايضا الادريسي اللي هو اول عالم في الدنيا يرسم خريطه دقيقه للعالم، كان عالم جغرافي متميز. يعني الحقيقه سبته مدينه حربيه استراتيجيه عسكريه، مدينه علميه، مدينه سياسيه، كان فيها مكتبات زاخره، فيها حضاره راقيه الحقيقه ومليله كذلك، ولكن سبته لها القدم الاعلى في هذا الموضوع. يدمى القلب حقيقه عند ذكر كل هذا التاريخ ثم تحتل في هذه القرون الطويله دون ان يتحرك. نعم. طيب عاوزين بقى نتعرف من حضرتك على قصه الهويه او السقوط في الهويه والاحتلال الاسباني وسقوطهم تحت الاحتلال. والغريب ان سبته احتلالها الاول كان برتغالي، 1415 احتلت من البرتغال، وذلك عندما كانت دولة البرتغال من أقوى الدول في العالم في ذلك الوقت، وكان عندها أساطيل بحرية قوية، وكانت لسه الأندلس ما سقطتش، وكانت مملكة البرتغال قامت في أرض الأندلس مستقلة عن مملكة كشتالة اللي هي تكونت بعد كده إسبانيا. وكشتالة والبرتغال اتوحدوا مع بعض لحرب البني الأحمر اللي هم كانوا في غرناطة، وأسقطوا الدولة الإسلامية في غرناطة. ف 1415 احتلت البرتغال مدينة سبتة، ومرت الأيام وسنة 1497 يعني بعد 5 سنوات من سقوط الأندلس احتلت أسبانيا مدينة مليلة. فبقت مليلة احتلال أسباني وسبتة احتلال برتغالي. بعدين في سنة 1580 ميلادية احتلت أسبانيا البرتغال، فبقت أسبانيا محتلية البرتغال بكل أملاكها. وعدى 88 سنة على هذا الاحتلال، وفي سنة 1668 تحررت البرتغال من أسبانيا بمعاهدة. كان من شروط هذه المعاهدة أن تتنازل البرتغال عن سبتة لصالح أسبانيا. فتحولت سبتة من احتلال برتغالي سنة 1668 إلى احتلال أسباني. وقعدت من هذا الزمن احتلال أسباني هي ومليلة. فبنتكلم على يعني احتلال برتغالي ثم أسباني 6 قرون، وللأسف الشديد يعني هذه القرون الستة يعني ما زالت الدولة أو ما زالت المدينتان محتلتين بشكل مؤثر جدا لنفسه. لا شك دكتور راغب، واحنا بنتكلم ان اكيد الاحتلال الاسباني ده حاول يطمس المعالم الاسلاميه تماما في المدينه، فماذا فعل؟ هو الحقيقه سبتة بيقولوا ان مآثرها كانت كمآثر القيروان واعلى. طبعا القيروان من اعظم مدن الاسلاميه في التاريخ الاسلامي، بس هم عايزين يضربوا لنا مثل ازاي هذه المدينه كانت عظيمه. فبيقولوا مآثرها كانت اعلى من مآثر القيروان، كان فيها اكثر من 1000 مسجد مع صغر حجمها، كان فيها 250 مكتبه، كان فيها نهضة علمية كبيرة جدا. لما دخل النصارى الكاثوليك الأسبان في هذه المدينة هدموا معظم هذه المساجد، حولوا معظمها إلى كنائس، لم يبقى إلا مساجد أقل من 5 مساجد في مدينة كان فيها أكثر من 1000 مسجد، ومحوا كل التاريخ العلمي الموجود للمدينة، كل الكتب الموجودة إما أحرقت وإما نقلت إلى أسبانيا، ومنعوا الجهر بالعبادات وبالصلوات وما إلى ذلك. يعني كان في قهر شديد جدا، وللأسف الشديد طمست معالم المدينة الإسلامية، شجعوا الهجرة الأسبانية إلى سبتة، وشجعوا ترحيل المغاربة اللي موجودين في سبتة من سبتة إلى بقية المغارب بقية البلاد المغربية، وغيروا اسم سبتة وخلوها سيوتا، وده الاسم اللي موجود دلوقتي في اللغة الأسبانية لسبتة الإسلامية، خلوها سيوتا الأسبانية عشان يروح المعنى خالص من الكتب. لما تيجي تدور في الكتب مش هتلاقي حاجة اسمها سيوتا، فخلاص دي مدينة جديدة وانتهت القضية على كده. وده كان الهدف بالفعل يعني. طبعا كان من وراءهم أوروبا في الوقت ده. أوروبا الحقيقة واقفة معاهم من الأول، من البداية البابا في الفاتيكان أطلق يد البرتغال في العالم لتحويل العالم الإسلامي خاصة والمغرب بشكل أخص إلى كاثوليكي بعد يعني وقوع الأندلس، وأطلقت البرتغال وكذلك أسبانيا، وقفت ورم أوروبا منذ ذلك الزمن. وشفنا قد إيه لما حتى في مؤتمر برلين اتكلمنا عليه قبل كده، لما فرنسا كانت عايزة تاخد المغرب وبعد كده أسبانيا قالت لا أنا عايز أخد المغرب، فرنسا إيه يعني زي ما بيقولوا كده إيه يعني كبرت دماغها وما دخلتش مشاكل كتيرة، طيب نقسم المغرب نصين، ناخد أنت نص وأنا نص، مع إن فرنسا كانت أقوى أو من أقوى الدول الأوروبية في ذلك الوقت. لكن زي ما يكون كده الجميع بيشعر إن المغرب ميراث لأسبانيا تعويضا لهم عن قصة الأندلس والحرب الطويلة. فطبعا أوروبا وقفت ورا أسبانيا بقوة في هذا الملف. وأنا عايز أقول لك دلوقتي
ان الاتحاد الاوروبي بعد ما عملوا الاتحاد الاوروبي بتاع شنغن الاخير وضم طبعا الاتحاد الاوروبي جواه اسبانيا احد الدول الرئيسيه في الاتحاد الاوروبي. أيوه. الاتحاد الاوروبي كتب في مذكراته او في اوراقه ان الحدود الجنوبيه لاوروبا ثابته ومليله، مش عارف اي جغرافيا ديت بالظبط، يعني اوروبا معروف يعني. معروف ان اوروبا خلاص اوروبا مضيق جبل طارق والبحر الابيض المتوسط بيفصل اوروبا عن افريقيا، لكن اعتبروا ثابته ومليله جزء من اوروبا وكتبوا ذلك في ميثاقهم. ولما تروح لثابته دلوقتي او مليله هتلاقي مكتوب على بوابه ثابته اهلا بكم في الاتحاد الاوروبي. اهلا بكم خلاص احنا هنا من ثابته كده واحنا لسه في ارض المغرب، احنا جاي دخلنا اوروبا في تقييماتها. يعني هم يعتبروا دي امتداد طبيعي ليهم. امتداد يعني طبيعي لاوروبا، ولازم تكون هذه يعني مكتوب ان الدفاع عن اوروبا واجب على كل اعضاء الاتحاد الاوروبي، وهذا الدفاع يبدا من حدود اوروبا الجنوبيه. تمام. والتي هي في ثابته ومليله في المغرب. طب ماذا عن دور بقى الحكومات المغربيه في ذلك الوقت؟ او تجاه ما يحدث من مجريات الامور. خليني اقول لك على كلام برضو للاسف الشديد يدمي القلب. ان المحاولات المغربيه لاسترداد ثابته ومليله لعل اشهر محاوله واهم محاوله كانت سنه 1631، بنتكلم على 500 سنه فاتت، قام بها واحد اسمه المولى اسماعيل وحاصر ثابته 33 سنه 33 سنه وانا اعني الرقم واقصده، ولم تسقط ثابته، وكانت متؤيد بالجيوش الاساطيل الاسبانيه من البحر، وبعد 33 سنه ياس من فتحها ورحل. وتكررت محاوله اخرى واحده في عهد الاسره الحاكمه في المغرب الان، وهي سنه 1774 ميلاديه على رد رجل سلطان اسمه محمد بن عبد الله، وفشل في فتح مليله ولم يحاصر ثابته، وانتهى الملف على كده. يعني على مدار 600 سنه بنتكلم في ثابته حصلت محاوله، وعلى مدار 500 سنه في مليله حصلت محاوله، واخر محاوله كانت 1774، والى الان لم تكرر هذه المحاولات لاعاده ثابته ومليله الى الاملاك الاسلاميه. دكتور راغب، يمكن السؤال بيفرض نفسه، هل كان في علاقه بين ثابته ومليله وقصه الصحراء الغربيه تحديدا؟ الحقيقة العلاقة بينهم وثيقة، وإن كانت العلاقة ما هياش مباشرة. يعني بنقول إن 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 الصحراء الغربية بعيدة قوي عن ثابتة ومليلة. ثابتة ومليلة في الشمال في جنب على ساحل البحر الأبيض المتوسط، والصحراء الغربية موجودة في وسط المغرب. لكن مع ذلك لما جت إسبانيا تخرج من الصحراء الغربية عملت مفاوضات مع المغرب، وقعدت مع المغرب سنة 75 وأوائل 76، وقالت لها نخرج من الصحراء، هنخرج من الصحراء الغربيه بشرط او بشرطين. الشرط الاول ان تسمحي لاساطيل الاسبانيه اساطيل الصيد ان تصطاد في المنطقه الواقعه بين جزر الكناري اللي هي موجوده في المحيط الاطلسي، وهي برضو مغربيه محتله من اسبانيا، وبين الصحراء الغربيه اللي احنا قلنا في حلقه سابقه ان ده اغنى حوض سمكي موجود في افريقيا. فهنا اسبانيا بتطلب بشكل صريح وواضح ان اساطيلها اساطيل الصيد يعني تصطاد في هذه المنطقه خير المغرب وتعطيه لاسبانيا. هذا الشرط الاول. والشرط الثاني ان اسبانيا ان المغرب لا تفتح ملف ثابته ومليله لمده 10 سنوات كامله. لا تفتح ملف ثابته ومليله لمده طبعا السنوات اللي هي بعد ما اتحررت المغرب من فرنسا واسبانيا سنه 56، من ساعتها والى سنه 75 19 سنه دولت، ومغرب بتجوب الامم المتحده اروقه الامم المتحده والمجلس الامن والمحكمة الدوليه، وكان لما كنت تطالب بثابته ومليله طبعا لا حياه لمن تناتي، مفيش طبعا ابدا اي استجابه من هذه الدول لمطالب مطالب المغرب، وخاصه ان الامم المتحده لا تصنف ثابته ومليله في المناطق المحتله. يعني هي بتصنف بعض الاماكن في العالم اماكن محتله ديت او ديت او ديت، لكن لا تصنف هاتين المدينتين على انهما من المدن المحتله، وبالتالي ما كانش في اي نوع من التعاطف. فاسبانيا قالت للمغرب يا ريت العشر سنوات القادمه، ده شرط من الشروط، ما نفتحش هذا الملف لا في الامم المتحده ولا في مجلس الامن ولا في غيره، وفي مقابل ذلك اخرج من الصحراء الغربيه. والسؤال برضه بيفرض نفسه، ماذا عن نظره الشعب الاسباني؟ هو ده سؤال هنقوله، ولكن بعد الفاصل لو تسمح يا دكتور. ان شاء الله. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود اليكم، كونوا معنا. ماذا عن نظره الشعب الاسباني تجاه ما يحدث من مجريات الامور دكتور راغب؟ هل كان واقف سلبي وما لوش اي دور، ولا كان ليه دور بالفعل؟
والحقيقة الإعلام طبعا الغربي بيسيطر على عقول الشعوب اللي بيحكمها، والشعوب الأوروبية والشعوب الأمريكية وغيرها يعني بتبقى مشغولة جدا بلقمة العيش وبالحياة، وما عندهاش نظرة وتحليل للأمور ودراسة وبحث في الكتب، لكن هي بتاخد الجو العام اللي موجود في الكنيسة لو كان رأي الكنيسة واضح، أو في الإعلام لو كان الإعلام هو العامل الوحيد المؤثر، أو طبعا في كلمات السياسيين وما إلى ذلك من أمور. يعني الشعب الأسباني قعد فترة طويلة جدا قافل ملف سبتة يوم ليلة، لا يسأل عن سبتة يوم ليلة، احتلال أسباني على مدار عدة قرون وما فيش نوع من العلاقات ما بين الشعب الأسباني وبين هذه الأرض، في حالة من العزلة يعني. حالة من العزلة، لأن الشعب المغربي ما كانش بيطالب بهذه الأرض بشكل جدي، وبالتالي فالأمور هادية وراكدة، وممكن نقول بتفضل راكدة 50 و60 سنة و100 سنة، يعني أجيال بتتولد وتعيش وقضية غير مثارة، ويبقى الوضع كما هو عليه، محدش مشغول. لكن بعد قضية الصحراء الغربية وخروج أسبانيا من الصحراء الغربية، طبعا الأسبان بدأوا يفتحوا ملف سبتة يوم ليلة بقوة، لأن دلوقتي احنا بنتخلى عن جزء من الأرض المغربية اللي هو الصحراء المغربية، وما عادش فاضل إلا سبتة يوم ليلة. سبتة خطيرة جدا جدا، لأن سبتة بتحكم مضيق جبل طارق. مضيق جبل طارق محكوم بالدولة اللي موجودة في الشمال والدولة اللي موجودة في الجنوب لمضيق جبل طارق، اللي هو المعبر من المحيط الأطلنطي للبحر الأبيض المتوسط. الحتة الشمالية زي ما قلنا قبل كده في حلقة سابقة إنجلترا محتلياها من أسبانيا، والحتة الجنوبية أسبانيا محتلياها من المغرب. فدلوقتي مضيق جبل طارق ده بيتحكم فيه أسبانيا من الطرف الجنوبي وإنجلترا من الطرف الشمالي، فأي سفن عسكرية معدية بتعدي بحراسة من البوارج الإنجليزية والبوارج الأسبانية والغواصات وما إلى ذلك من أمور. طبعا الأسطول الأمريكي كله اللي بيعدي في البحر قبل المتوسط رايح جاي، دي مش سكته، لازم ياخد إذن من الناس دولت وهم معديين، وطبعا دولت إيه في ولاء كامل للأساطير الأمريكية وغيرها اللي بتعدي من هذه المنطقة. فطبعا لما حصل ملف الصحراء الغربية بدأ الشعب الأسباني يفيق ان ممكن تضيع اسبانيا، تضيع سبتة يوم ليلة، وبالتالي تضيع السيطرة على مضيق جبل طارق، وقد تكون النقطة التي بعد ذلك تكرار التجارب القديمة وعودة الاندلس من جديد والرعب اللي موجود عند الشعب الاسباني. الشعب الاسباني عملوا فيه استطلاع، كان الاستطلاع ده غريب قوي، قالوا يا ترى ما هي اكبر دولة بتخاف منها في العالم، بتخاف منها، بتخاف منها في العالم. يعني استطلاع للشعب الاسباني العادي في الشارع، كم اكتر دولة في العالم بتخاف منها؟ كان متوقع يقولوا دولة مثلا زي امريكا، دولة زي روسيا، دولة زي دولة، قال المغرب. 62% من الشعب الاسباني قال المغرب. طب ليه؟ لان عنده التاريخ القديم، الاندلس 800 سنة اسلام راسخ فيه، فعمره ما ينسي هذه القضية ابدا، عمره ما ينسي هذه القضية. الحكومة الاسبانية بعد اتفاقية الصحراء الكبرى، الصحراء الغربية، وبعد عزم يعني المغرب خلاص انها تاخد الصحراء الغربية والاسبانيا هتخرج، قالت لهم ما تفتحوش الملف 10 سنين، والمغرب وافقت على هذا الامر. والمعلومات دي على فكرة كانت سرية في البداية، والمغرب خلاص قفلت الموضوع 10 سنين. في هذه العشر سنوات اسبانيا اجتهدت كل الاجتهاد اللي اسبنت سبتة ومليلة، بمعنى عدم اعطاء الفرصة للمغاربة الموجودين في داخل السبتة على ان هم ياخدوا من ثروات البلد او يتملكوا عقارات او يكون لهم اماكن استراتيجية. أيوة. عملت سنة 83 ترحيل ل 1500 مغربي من سبتة لخارج سبتة، اصدرت قانون الاجانب اللي عمل ثورة في داخل سبتة من المغاربة، اعتبار المغاربة اجانب في البلد. المغاربة اللي هم أصحاب الأرض الأصليين اعتبروهم أجانب في البلد، عملوا مشاكل كتيرة جدا بحيث أنهم يحولوا البلد إلى شكل أسباني، وعملوا قانون الأجانب ده أن هو الناس اللي تتولد في أرض سبتة تبقى أسبانية ومعها الباسبور الأسباني. طبعا بعض المغاربة حبوا هذا الموضوع عشان عملوا الباسبور الأسباني يسمح لهم بدخول أوروبا كلها، والبعض التاني خد الموضوع بشكل عملي وحي، ده تضيع للبلد. لأن خلاص الناس اللي معاها باسبور مغربي أو كلام من ده، خلاص الناس دي هتضيع هويتها مع مرور الوقت وتعتز بالجنسية الأسبانية. فده اللي عملته كله أسبانيا. وسنة 86 لما خلصت العشر سنوات بتوع الهدنة، أيوة، أو فترة السكوت المغربي، بدأت المغرب تتحرك من جديد، لكن برضو للأسف الشديد تحركها من جديد كان برضو في الأمم المتحدة وفي الطرق السلمية ومفاوضات وما إلى ذلك، والكلام ده كله ما بيجيبش نتيجة مع الدول دي. معنى كده طالما ما بيجيبش نتيجة أعتقد أن هناك يعني احتمالية حرب بين المغرب وأسبانيا. هو طبعا يعني هو الأسبان بيقولوا الكلام ده كتير،
ويروجوا له كتير. وفي كتاب اصدره احد المؤلفين الاسبان قال فيه ان لو حصلت حرب ما بين المغرب واسبانيا فستكون حربا كونية ثالثة، بمعنى ان حصل حرب عالمية اولى وحرب عالمية تانية، دي هتبقى حرب عالمية تالتة. فمنين جاب الكلام ده؟ بيقول ان اسبانيا هيقف وراء اوروبا والمغرب هيقف وراء العالم الاسلامي، فستكون حربا بين اوروبا والعالم الاسلامي. لكن طبعا انا في تحليلي اقول ان طبعا هو الراجل ده بيهول الموضوع عشان يخوف الاسبان وعشان يخوف الاتحاد الاوروبي وعشان ياخد دعم اكبر للجيش الاسباني من الاتحاد الاوروبي وياخد معونه اكبر وعشان يدي 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 فرص كتيره جدا لاسبانيا على المغرب، يلفت القضيه يحطها بورة الاهتمام. لكن مين اللي هيحارب؟ هذا التوجه حقيقه غير موجود في الساحه. يعني لما تيجي تنظر الى الامور هتلاقي ان الجيش الاسباني يعني متطور للغايه والجيش المغربي اضعف منه بلا شك، وان الرغبه في الحرب مش واضحه عند الحكومه المغربيه. وهذا احنا بنتكلم في 600 سنه، و600 سنه في محاوله واحده على محور سبته ومحاوله واحده على محور مليله، وغير كده ما فيش اي محاولات. اللهم المحاوله الشعبيه أيوة. مش الحكوميه اللي قام بيها محمد عبد الكريم الخطابي رحمه الله لما حاصر سبته من سنه 21 لسنه 26 لحد ما اعتقل ونفي الى جزيره ريونيون في المحيط الهندي. غير كده المحاولة الشعبية دي كانت المحاولة الوحيدة على مدار السنوات الطويلة. فبوادر الحرب وإن كانت مفروض أنها تحصل لكن للأسف الشديد لحد دلوقتي ما حصلتش ومش متوقع أنها تحصل في قريب العاجل. دكتور راغب، هل موقف المغرب تحديدا تجاه هذه القضية كان مقبول ولا كان هناك أخطاء واضحة؟ هو الحقيقة يعني عشان نكون برضو صرحاء، يعني الموقف المغربي تجاه قضية سبتة ومليلة في رأيي غير مقبول بمرة، مهما كانت المبررات ومهما كانت الاعذار. ما فيش حاجه اسمها مدينه في عكر دارك، في عكر دارك وحجمها 18.5 كيلومتر مربع، يعني حي صغير من احياء اي مدينه كبرى، حي صغير جدا، وتفضل محتله 600 سنه. 600 سنه يعني انا متهيألي لو الشعب المغربي طلع عليها بالفؤوس هيحررها. طبعا حد ممكن يبص كده ويقول لك والله الدكتور ده سطحي واخد الموضوع ببساطه. يا اخوانا بنتكلم على مدينه قد كده في دوله مغربيه لها سياده ولها وضع ولها يعني اعتراف دولي ولها مكانه. ما يصحش هذا الموضوع، ما يصحش مره وما يصحش اثنين وما يصحش 10. لكن انا هقول لك بقى على ما يصحش فعلا فعلا اللي هقوله لك دلوقتي، ومعلومات غريبه جدا وهتدهش المشاهد وهتدهش المشاهده. التعاون التجاري ما بين اسبانيا والمغرب بيبلغ 55 مليار درهم سنة 2006 بزيادة 20% عن 2005. ده بالأرقام وبالحقائق. بالأرقام يعني أنا بتكلم على وبأحدث أحدث الوقائع يعني. بتكلم على أن التعاون التجاري الاقتصادي 55 مليار درهم سنة 2006 وبزيادة 20% عن 2005، يعني بنزيد في التعاون وموثق التعاون بشكل أكبر. مع مين؟ مع أسبانيا اللي محتلية ثابته ومليله. فتقول لي حرب ازاي؟ ده انا اكبر دوله بتعامل معاها تجاريا، او تاني دوله بتعامل معاها تجاريا هي دوله اسبانيا. امال الدوله الاولى ايه اللي بتعامل معاها تجاريا؟ يعني تخيل انت المغرب اكبر دوله بتعامل معاها تجاريا دوله ايه؟ اخر دوله تيجي على دماغك فرنسا اللي هي كانت محتليه المغرب. يعني المغرب واسبانيا الاثنين اللي احتلوا المغرب هم اكبر دولتين بتتعامل مع المغرب فرنسا. تجاريا فرنسا واسبانيا، يعني المغرب بتتعامل مع فرنسا رقم واحد ومع اسبانيا رقم اثنين. فازاي ممكن تطالب الاتحاد الاوروبي ان يقف الى جوارك في قضيه سبته ومليله وانت اصلا معتمد عليهم اعتماد كامل في قضيه التجاره؟ اديك حاجه ثانيه غريبه جدا. المعونه الاسبانيه للمغرب وصلت 3 مليار درهم السنه اللي فاتت. 3 مليار درهم تضاعفت 4 مرات في خلال السنه اللي فاتت. المعونه دي بتستغل في الصحيه والتعليم والطرق والكباري، معونه اللي هي الفلوس الهبات. فاسبانيا تهب المغرب الاموال سواء بفوائد ولا من غير فوائد، انما اسبانيا بتمد ايديها، المغرب بتمد ايديها لاسبانيا عشان تاخد معونه 3 مليار في السنه. المراكز الثقافيه والمدارس الاسبانيه في داخل المغرب بتاوي 11500 تلميذ مغربي بيتعلموا اللغة الأسبانية. تمام. في داخل المدارس المغربية. تعاون الاستخباراتي قوي جدا ما بين المباحث الأسبانية والمخابرات الأسبانية والمخابرات المغربية، وأكبر جالية أجنبية في أسبانيا هي الجالية المغربية.
ففي نوع من التعاون الوثيق بين الدولتين، وتقول لي ان ممكن يحصل حرب، بقول لك في الظروف ديت لا يمكن يحصل حرب. اعتقد طبعا ان هناك ما زال في امل وفي حلول للقضيه بالفعل ان شاء الله. دكتور راغب، ام ان الصوره قاتمه؟ اعتقد ليست الصوره قاتمه، يعني ولكن طالما هناك امل، طالما هناك انفاس، طالما هناك امل ان شاء الله مع الامل نكمل غدا ان شاء الله. ان شاء الله في ختام لهذه الحلقات التي كان اخرها اليوم، يعني لا اقول هنا نقف وغدا نلتقي، لا هنا نقف ولن نلتقي غدا الا مع حلقه خاصه جدا مع الدكتور راغب السرجاني، الذي بالفعل افادني انا كمشاهد بدايه، واعتقد ان الساده المشاهدين جميعا استفادوا مما قاله في كل هذه الحلقات بالفعل، يعني كي نتعرف ونعرف من قريب احوال المسلمين في شتى بقاع الارض. مشاهدينا الكرام، في نهايه هذه الحلقه لا يسعني الا ان اتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيف الحلقات الاستاذ دكتور راغب السرجاني. اشكرك شكرا جزيلا دكتور راغب، وبكره ان شاء الله حلقه خاصه جدا سنلخص فيها كل نقاط الصدام التي تحدثنا عنها وما هي الحلول، حتى لن نترك الساده المشاهدين يعني يظنون ان الصوره قاتمه. لا، الصوره لها حل طالما اننا نتنفس، فلا بد من وجود الامل. شكرا لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.